مشاكلكم مع شركة الأضواء انحلت؟ لا، بعد مشاكل، وكان المفروض هم يكونوا موجودين، يعني طبعا تعرف التغطية الإعلامية المفروض هم يكونوا موجودين بها، إلا أنه تعرف إحنا كثيرا ما يعني يصير ما بين المتعاقدين يعني مشاكل، وهي هاي من المشاكل المستمرة وياهم. أكيد أكو حقوق اللي خلى تدريبات الزوراء مغلقة بشكل تام أمام الإعلام. نعم، وهذا بشكل واضح وصريح. شنو راح توصلوا؟ يعني وياهم أكيد، يعني لكل حق يأخذ حقه، إذا كان لهم حقوق يمنى خلي يجون يأخذونها، وإذا كانت إن حقوق هم لم يوفوا بالتزامات المالية بشكل كامل وكبير جدا، بدأوا يتحججون بأمور مو صحيحة، بالتالي المحاكم هي الفيصل الأساس في هذا الموضوع.